السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب جديد من الموقع اللي كنا شرحناه كده، هو ده كان اسمه أون بوت، دلوقتي سمى اسمه وان اكس. بس كل حاجة زي ما هي، وإيميلاتك هي هي، مفيش أي مشكلة، والباسورد بتاعك هو هو، حتى أنا التاريخ ما اتغيرش، اللي هو 16 يوم من الشغل بتاع الموقع. كل اللي اتغير في الموقع ده بس هو اللي اتغير، اللي هو الاسم. طبعا كنا شرحناه وقلنا ان هو شبيه لموقع اكسبريس لتصفح التعديل، نفس الفكرة ونفس العدادات هي هي، حتى اسعار الميجا هرتز 10 روبل هنا وهنا 10 روبل هي واحد بس. هنا حضرتك بتسحب من غير اي نقاط ومن غير اي احالات، لا في نقاط ولا احالات، زي ما وضحت لحضراتكم في الشرح المرة اللي فاتت، وعملنا منه اثبات سحب اول، والنهاردة هيكون اثبات السحب الثاني من الموقع. طبعا الحد الادنى للسحب زي ما انت شايف كده 1 روبل، وهنا بيقول لك لم تعد بحاجة للانتظار، فقط نقرة واحدة على الفرع وسيتم اضافة مدفوعاتك على الفور على المحفظة بتاعتك من 1 روبل، يعني مفيش اي تأخير خالص، ومفيش كمان لا نقاط ولا اي حاجة في الموقع. هندخل دلوقتي نعمل تسجيل دخول في الموقع، نعمل ريفرش كده للموقع، هنبتدي نعمل تسجيل دخول للموقع علشان نشوف اثبات السحب بتاعنا. الموقع طبعا ليه 16 يوم شغال. دي الواجهة بتاعتنا زي ما انت شايف كده، واجهة بسيطة خالص مفيهاش اي مشاكل. هنبتدي دلوقتي ندخل على عمال المناجم عشان اشوف انا معايا قد ايه. انا هنا معايا 22.52 من الروبل، طبعا الميجا هرتز الواحدة ب10 روبل، انا هنا معايا 10 ميجا هرتز، وباخد في خلال 24 ساعة 3.16 روبل، وفي الساعة باخد 2.95 روبل لمدة 60 يوم متواصلين، باخد نفس المبلغ ده، والساعة واقفة بحوالي 0.13 زي ما انت شايف كده. هنبتدي دلوقتي نروح على جمع الدخل، نبتدي نجمع الدخل بتاعنا كده. انا جمع لي فوق 23.72 زي ما حضراتكم شايفين كده، هناخد 23 ديت ونروح بيها على سحب الاموال. طبعا بتضغط هنا بيحولك على سحب الاموال على طول، وبينزل لك المبلغ بتاعك اهو زي ما انت شايف عندك. طبعا بيرفكت موني بيسحب على 100 روبل، و بالدولار بيساوي حوالي 0.34. طبعا احنا بنسحب هنا على الباير من 1 روبل، هنضغط هنا على يصرف، بس الاول هنروح على الباير نشوف انا معايا ايه. انا اخر حاجة انا وصلاني 3 روبل، هنعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة وصلنا هو 3 روبل، هنروح على الموقع وهنضغط هنا على يصرف ونقول بسم الله. هو هنا بيقول لي دفع. لو رجعنا لورا عشان نشوف المعاملات بتاعتنا،
دي المعاملات. المعاملات دي هتلاقي فيها الرصيد اللي انت عدنت بيه ورصيد سجل المدفوعات زي ما انتوا شايفين اهوت. ده المجموع بتاعي النهاردة 28، انا سحبت 23 روبل بوينت 72. انا كنت ساحب طبعا مرتين قبل كده، مرة للتأكيد ليا انا، وبعد كده في الفيديو اللي فات سحبنا 10 روبل، والنهاردة سحبنا 23 روبل. هنروح على الباير عشان نتأكد انها وصلت بالفعل. هنعمل ريفرش اخر حاجة التلاتة هي، وصلت بالفعل هي 23.72. ولو دخلنا هنا على اثبات السحب هتلاقي هنا ادي اسم الموقع 1xbox زي ما انتم شايفين، و 23.72 والنهارده 28. نرجع تاني على الموقع بتاعنا علشان ناخد جولة سريعة فيه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الميجا هرتز الواحدة بتساوي 10 روبل. لو حضرتك حابب ان انت تبتدي ان انت تجدد في الموقع هتضغط هنا على فوق. طبعا اللي حابب يستثمر في الموقع هيستثمر على مسؤوليته هو الشخصية. هتيجي تكتب المبلغ بتاعك هنا، وبعد كده تشوف طريقة الدفع اللي انت عايز تشتغل عليها ايه. لو حطيت هنا على الباير وضغطت هنا هيحولك على الباير على طول. ولو كتبت المبلغ هنا ونزلت التفاصيل هنا هتلاقيه تحت سايب لك رقم الباير اللي انت هتبعت عليه الحساب بتاعك او الرقم بتاعك اللي انت كاتبه فوق هنا، ولازم اللي تكتبه فوق هنا هو اللي انت تبعته من الباير. بعد ما تبعته من الباير هتجيب رقم الاي دي اللي زي ده كده وهتحطه هنا وتدوس التحقق من الدفع علشان يتحقق ان انت بالفعل دفعت، ويبتدي ينزلك الرصيد بتاعك هنا في رصيد التسويق. نرجع تاني علشان ندخل على العداد بتاعنا. هنيجي هنا طبعا هنا في عمال المناجم وهنضغط، هنلاقي العداد بتاعنا موجود هنا والرصيد موجود معانا فوق في رصيد التسويق. مش هينزل تحت هنا غير لما حضرتك تيجي تضغط هنا على زيادة السرعة. بعد ما تضغط على زيادة السرعة هيفتح معاك الصفحة ديت. هنا طبعا انت وليكن مجدد بمية روبل، هتيجي هنا وهتكتب انت عايز تجدد بايه. يعني لو كتبنا هنا 1 هيقولك فوق بيساوي 10 روبل، ولو كتبنا 2 هيقولك بيساوي 20 روبل، ولو كتبت 3 هيقولك فوق بيساوي 30 روبل. احنا هنفرض ان حضرتك دافع 100 روبل وموجودين معاك في رصيد التسويق، يبقى حضرتك هتيجي هنا وهتكتب 10 علشان يقول لك العداد هنا هوت ان انت هتدفع 100 روبل اللي هم موجودين معاك فوق. بعد كده هتقول له الدفع وتأكد الدفع، هيبتدي يسحب الرصيد ده وينزله لك هنا في العداد علشان تبتدي ان انت تعد من جديد، وبتاخد طبعا نسبة اعلى. ده بالنسبة للي حابب ان هو يجدد او يستثمر في الموقع. عندنا في حاجات تانية برضو في الموقع. طبعا احنا شفنا السحب كده وشفنا الايداع، ودي عمال المناجم اللي احنا لسه كنا فيها دلوقتي. وعندنا هنا التصفح، دي اعلانات ممكن برضو تعملها في الموقع. دي اعلانات، كل دي اعلانات ممكن تتصفحها وتعملها كل يوم زي ما انت شايف كده. ودي ممكن برضو تكون فرصة ان انت تجمع منها الروبل وتبتدي ان انت تستثمر في الموقع تاني. ده لو انت حابب تشتغل بالطريقة المجانية. عندنا هنا الاعدادات، هنلاقي في الاعدادات هنا محفظة الباير ومحفظة بيرفكت ماني. هنبتدي نحطهم الاتنين وندوس حفظ هنا وهنا علشان يتحفظ معايا في اي عملية سحب او ايداع. ولو حضرتك حابب تغير كلمة السر بتكتب كلمة السر القديمة هنا وبتغير كلمة هنا الجديدة وبتدوس تغيير لكلمة السر. نرجع تاني على الصفحة بتاعتنا. طبعا دي المعاملات، ده السجل بتاع المدفوعات اللي انت دافعها وسجل المدفوعات اللي الموقع دافعها ليك لسه كنا شايفينها دلوقتي. هنا اللافتات ديت
ده البانر. لو انت عندك موقع وحابب ان انت تشتغل على الموقع، بتبتدي تدخل هنا وبتلاقي هنا الرموز بتاعتك، لسه هي قيد الانشاء، هتلاقي فيها تعديل ولا حاجة، بتاخد الرموز وبتحطها في الموقع وهيظهر معاك بانر مستطيل او مربع على حسب ما انت تختار. واي حد هيسجل من على البانر ده او يضغط عليه هيحوله على الموقع ده ويبتدي يسجل، واللي هيسجل حضرتك هتاخد نسبة من الموقع على تسجيله. الشركاء ده هتلاقي رابط الاحالة بتاعك، ممكن تروجه على مواقع التواصل الاجتماعي وهتاخد طبعا نسبة من الموقع وارباح الموقع. ده كان الموقع بتاعنا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.